بعد كلامه الجميل في حق زوجته سعد المجرد ينال إعجاب المغاربة. إليكم التفاصيل. فبعدما شارك الفنان سعد المجرد مساء أمس السبت مقطع فيديو يوثق لحظات عقد قرانه وزفافه على سيدة الأعمال غيث العلاكي بمدينة باريس في فرنسا، حيث ظهر المجرد في لقطات طريفة رفقة عروسه، كما ظهر وهو في غاية السعادة بجانب أبويه وقلة قليلة من أصدقائه الفنانين بعدما اختار إقامة عرس مصغر. وعلق سعد المجرد على الفيديو قائلا: بين أهلي والمقربين وسط رائحة المغرب الذي أعشق وأعلامه التي ترفرف وسط الحب الغير مشروط ممن أحب ويحبوني، ارتبطت بمن وقفت معي وساندتني بغير حدود، معها سأبدأ رحلة عمري الجديدة وأتمنىها حياة مديدة سعيدة يتوجها من سيحمل اسمي من بعدي، كما حملت اسم البشير ونزهة لكل من دعا لي ولكل من لي في قلبه مساحة صغيرة أشارككم فرحة عمري. هاته التدوينة وبالخصوص هاته الفقرة: ارتبطت بمن وقفت معي وساندتني بغير حدود، نالت إعجاب المغاربة من رواد السوشيال ميديا الذين أثنوا على سعد المجرد واختياره الموفق للزوجة الصالحة. ومما قيل سعد المجرد هنا حط النقاط على الحروف، وأظنه جاو بزاف الناس لكي يقولوا علاش ما اختارش ملكة جمال وديك الهضرة الخاوية، هذا راه زواج حياة مشتركة طول العمر. هنا قال اخترت من ساندتني ووقفت معي، وسطروا عليها بخط أحمر بنت وقفت معه في محنته وحتى قبل كانت ديما معه، فأكيد ولدنا ما ينكرش الخير واختارها من بين ألف وحدة وحدة، وعرف أش اختار فيها مواصفات الزوجة وعندها حقها في الزين ما ناقصها والو. وهذا ما جاء في باقي التعليقات.